للبحث أو للحديث عن هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا من بيروت رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والمحلل الاستراتيجي العميد الدكتور هشام جابر. أهلا بك حضرة العميد. بداية برأيك، هل يمكن فعلا الحديث أن هذه الغارة الإسرائيلية حدثت، لا سيما أن وزير الدفاع الإسرائيلي نفى ذلك؟ يعني أولا الخبر ورد في CNN وعلى ذمة CNN دون تعليق سوري أو إسرائيلي حتى الآن، حتى نفي وزير الدفاع الإسرائيلي. أنا أرى أن هنالك عدة علامات استفهام. أولا، لماذا بعد أسبوع يعني يسرب أو يبث هذا الخبر؟ ثانيا، هل يمكن أن تكون هنالك غارة جوية إسرائيلية يعني لم يشعر بها أحد من سكان المنطقة؟ ألم تطلق قوات الدفاع الجوي السوري أي صاروخ أو أي قذيفة مضادة أو مدفع مضاد؟ هذا إذا افترضنا جدلا أن تكتم السلطات السورية له أسباب سياسية. باختصار، عندما لا يكون هنالك نفي أو تأكيد من أي طرف حتى جاء النفي الإسرائيلي، أنا أرى أنها معلومة أو خبر سرب إلى CNN في يعني سرب في حال صحته أو عدم صحته، يدخل في إطار الحرب النفسية. وكما تعتمد الحرب النفسية، ونحن ندرس هذه المادة، على الحقائق لإثبات مصداقية مطلقة، فإن التضليل أو manipulation يبقى عنصرا أساسيا في الحرب النفسية. يعني أنا أشك في صحة هذا الخبر. أما إذا كان صحيحا وتكتمت عليه السلطات السورية ولو نفته إسرائيل، فأنا برأيي يدخل في نطاق اختبار وسبب، وأشك بذلك. يعني نعم حضرة العميد، مستبعد يعني. نعم، اختبار وسبب ضد قدرات الدفاع الجوي السوري، وعليه يعني هي عملية استباقية. عم أقول في احتمال حصوله وهو احتمال ضئيل، يعني هي سبر واختبار لقوة الدفاع الجوي السوري. نعم دكتور، مراسلنا في دمشق نقل عن مصادر سورية أن الرد على أي غارة إسرائيلية سيكون مفاجئا. برأيك في ظل الواقع الحالي في سوريا، ما قدرة النظام على تنفيذ رد مفاجئ كما يوصف؟ أولا، الرد المفاجئ يكون أولا بقدرة الدفاع الجوي السوري. نحن نعلم وقلنا مرارا، وحتى اعترفت سوزان رايس بأن حرفيا بأن الدفاع الجوي السوري هو متطور جدا. هنالك 60,000 عنصر يعملون في الدفاع الجوي السوري. هنالك صواريخ مضادة للطائرات لدى سوريا متطورة وتستطيع أن تحمي الأجواء السورية. ما حصل في المرة الماضية في الغارة كانت مفاجأة، جاءت من الأراضي اللبنانية محتمية بسلسلة جبال لبنان الشرقية، ونحن نفترض ونقدر أن صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية على منطقة السبلاني. أما اليوم الحديث عن اللاذقية، فأعتقد على أن طيران إسرائيلي يمكن أن يكشف من قبل الرادارات السورية. هذا الكلام في الواقع الحاضر، وذلك يعني هذا قبل أن تتسلم سوريا صواريخ الموعودة بها من موسكو وهي استجابية. ثانيا، في مجال الرد، ربما شاءت السلطات السورية في هذا التصريح أن الرد لن يكون فقط بالتصدي للطائرات الإسرائيلية، بل سيكون ربما بغارات من الجانب السوري سواء بالصواريخ أو بالطائرات. نعم دكتور، البعض قال إن الغارة قد تكون حدثت ردا على تقدم قوات النظام، ونحن ما زلنا في حالة الافتراض في حال افترضنا حصول الغارة. من وجهة نظرك، إلى أي مدى قد تدعم إسرائيل الجماعات المسلحة في وجه النظام؟ يعني إسرائيل أولا هي مرتاحة جدا لما يجري في سوريا، هي لا تريد أن ينتصر أي فريق على فريق، لأنها تخشى الفلسطينيين من جهة، ومن جهة يعني هي معادية بشكل مطلق للنظام السوري. أما أنها ستتدخل إسرائيل لنصرة فريق نصرة المعارضة السورية، لا أعتقد أن تدخلها ربما سيكون بشكل دراماتيكي. أنا رأيي أن إسرائيل كل ما يهمها في الوقت الحاضر هو ماذا ستؤول إليه الأوضاع السورية، وتحديدا في ساحل حوران المقابل للجولان المحتل. وأنا كنت اليوم أتحدث في هذا الموضوع أن يعني تعليقا على تصريح إسرائيلي قال اليوم أو بالأمس أن أي حادث يمكن أن يشعل الحرب. أنا أقول ليس أي حادث قريب من الجولان. عندما تنتهي القوات السورية من عملياتها العسكرية في منطقة درعا
تسيطر على فعل حوران ستصبح في تماس مباشر مع القوات الإسرائيلية على خط وقف إطلاق النار في الجولان، وتحديدا ضمن كلام من يعني تسرب من إسرائيل أن إسرائيل تسعى ربما إلى احتلال المنطقة العازلة. المنطقة العازلة خطيرة جدا، تدخل بها مدينة قنيطرة، يعني ذلك أن احتمالات الاشتباك بين السوريين والإسرائيليين في تلك المنطقة بالذات واردة، إنما ليس اليوم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك من بيروت، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والمحلل الاستراتيجي الدكتور هشام جابر، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.